السلام عليكم مشاهدي القناة، شكرا للمواكبة ديالكم لهذا العمل الخيري. إذا العملية بدأت مع البداية ديال الكونفينمون، بدأت وبلغات 5332 قفة لعبارة عن إعانات لواحد المدة معينة، ومع بداية ديال شهر رمضان ارتأوا الناس أنهم يديروا الليفريزون ديال كل نهار ديال الفطور يومي، وتجنبا الاكتظاظ في 15 يوم الأولى كملوا في العملية ديال القفاف. وبعد 15 يوم الثانيه بدات لا ليفريزون ديال الفطور، هي ان باني فيه الفطور الكامل لعدد الافراد ديال العائله اللي كاينين. اذا كما شفتوا معنا هذه العمليه هذه غادي تكمل ان شاء الله حتى نهايه شهر رمضان، وغادي تكون لا ريبريز ديال الناس اللي هما كانوا ديجا تيتسناو القفف ديالهم اللي كيبلغ تقريبا في حوالي 1000 قفه. وقفنا في هذا الوقت هذا باش يتعاونوا عاوتاني العائلات اللي محتاجين الفطور، وعاد من بعد ترجع للقفه. ومن هذا المنبر كنشكر السلطات المحليه اللي هما كانوا اللي كيسهلوا هذا العمل، اللي هما العامل الاول والاخر اللي سهلوا لنا الطريق ديال لا ليفريزون وجنبونا الاكتظاظ هنا. بالنسبه لهذه المبادره ما كتصورش المستفيدين، ولكن كتصور العمليه اللي كدار، يعني نطلبوا من الناس انهم يمشيو يشوفوا اللب ويساهموا بدورهم. ماشي يشوفوا واحد الجانب ديال الخير، ما يقدر ما يشوفوا ان كاينين الناس اللي محتاجين يعاونوهم. هذا نداء للناس اللي هما ميسورين ماديا، تعاونوا كونوا متضامنين في هذا الوقت هذا، لان الناس دابا احوج ما يكون في هذا الوقت هذا هما انكم تعاونوهم. جمع شهر رمضان المبارك مع الكونفينمون، الناس ما خدامينش والاغلبيه الناس ما عندهمش مدخول. اذا نتمنوا ان هذه المبادره هذه كما شفنا انها اعطت واحد الصدى، وكاينين الناس اللي تبعوا الطريق ديالها وخضوها كمبادرة. نتمنى أن الناس كاملين اللي ميسورين ماديا يتبعوا نفس الطريق، وشكرا لكم.